أسعد الله صباحكم بكل خير متابعينا متابعي طقس العرب في السعودية. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية التي سنتحدث فيها عن الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة لنهار اليوم بإذن الله. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض، حيث تسود أجواء غير مستقرة، فرصة لزخات من الأمطار خفيفة الشدة بالمجمل، 25 درجة مئوية فقط متوقعة كحرارة عظمى، الملموسة 25، الرطوبة 91% نتيجة لهطول الأمطار، وأيضا الرياح تكون بين الخفيفة والمعتدلة السرعة. أنتقل الآن لتفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة. نبدأ شمالا بالمجمل، المنطقة الشمالية تشهد أجواء باردة نسبيا، سكاكا 20 إلى 8 درجات مئوية، عرعر 17 إلى 8، وتبوك 21 إلى 6 درجات مئوية. بالنسبة للمنطقة الغربية، مدينة جدة طقس غائم جزئي 32 إلى 24، المدينة المنورة 26 إلى 19، مكة المكرمة زخات العديد من الأمطار 31 إلى 23، والطائف 24 إلى 15. ننتقل الآن إلى المنطقة الجنوبية الغربية، الباحة أجواء غير مستقرة، زخات العديد من الأمطار 19 إلى 16، أبها 19 إلى 13، وجازان 31 إلى 27. أما المنطقة الشرقية نبدأ بالدمام، فرصة لزخات خفيفة من الأمطار 26 إلى 21، الإحساء 27 إلى 18، وحفر الباطن 19 إلى 15. بالنسبة للمنطقة الوسطى نبدأ بحائل 18 إلى 11، طقس غائم جزئي، بريدة فرصة لزخات من الأمطار 17 إلى 13، والرياض أيضا فرصة لزخات من الأمطار 25 إلى 17 درجة مئوية. بهذا ننهي نشرتنا، إلى اللقاء.